بالنسبة لحكم البيع بالتقسيط، احنا عندنا التقسيط له عدة صور. الصورة الأولى إنه أنا بروح أشتري سلعة معينة أيا كانت برقم مثلا 50,000 كاش، وعلى سنة في 70,000، يبقى في عندي 20,000 زيادة. هذه في أصل التعاقد مع البائع، هذه لا إشكال فيها إذا تم الاتفاق في نفس المجلس وبهذه الطريقة. أنا السلعة عندي ب50,000 كاش، 70,000 قسط، وده الاتفاق في نفس الأحوال، ولا يترتب على ذلك أي زيادات في المستقبل. يعني هي 70، لكن لو بدأت أدخل في فوائد تأخير وفي غرامات وفي فوائد تأخير دخلت في صورة غير جائزة. يعني ولا بد الاتفاق يكون مرة واحدة عند التعاقد بهذه الصيغة، السعر كاش كذا والسعر يعني على أقساط بكذا، الزيادة في السعر نتيجة لتأخير السداد هذه جائزة ولا إشكال فيها. بخصوص وسائل منع الحمل، طبعا دي وسائل طبية، وإحنا ككنيسة دايما نقول إن الطب ده من عند الله زي ما قالت الأصفار القانونية. لكن في نقطة، يعني أحيانا في بعض الوسائل بتكون بتقتل الجنين، هي دي النقطة. يعني لازم الإنسان يدقق ولازم الطبيب يدقق، إذا كانت الوسيلة بتمنع الحمل كويس لكن بتجهض الحمل، هنا وسيلة يعني نقدر نقول عليها أنها مش صح، لأن الحياة والموت في يد الله، والحياة دي عطية من الله، لا يملك إنسان في الدنيا أنه يضيع حياة إنسان. الكتاب قال بكل وضوح لا تقتل. فإذا كان الجنين في بطن الأم إحنا بنمنع تكونه ماشي، لكن إذا كان بيبقى زيجوت أو جنين في خلاياه الأولى يعني، ووسيلة منع الحمل بتضره للدرجة أنه ما يعرفش يعيش فبيموت. طبعا أنا مش عايز أسمي بعض الوسائل لأن أنا مش طبيب، لكن من القراءات العامة ومن المعرفة أن في بعض الوسائل بتعمل كده، دي خطر ويرجى أن احنا يعني نراجع فيها قبل ما نستخدمها.